أجندة سنتي. في أجندة سنتي كالعادة قدموا لكم أهم المواعيد الطبية والعلمية بالنسبة في تونس وخارج تونس. هذه ربريك اللي مخصصة خاصة لأطبائنا التوانسة. واليوم باش نحكي لكم على le deuxième e congrès national du département de pharmacie de Sidi Bel Abbès في الشقيق الجزائر بتاريخ 13-14-15 جانفي 2022 sous les thèmes COVID-19, la gestion de crise et la vaccination, recherche clinique, infection, radioprotection. أكثر التفاصيل تنجموا تلقاو اللين على الباج اوفيسيل فيسبوك. هذا نذكركم انه اللين واكثر التفاصيل اللين دانسكريبسيون والبروغرام تلقوا على الباج اوفيسيل فيسبوك لراديو الحياة FM. هذا فيما يخص لو دوزيام او كونغري ناسيونال دي ديبارتمون دو فارماسي دو سيدي بلعباس سو التيم دو لا جيستيون دو كريز على فاكسيناسيون الكوفيد 19. كانت هذه اجندة سانتي بالنسبة لليوم. اجندة سانتي.